هنا شيخنا الأخت نورة تريد شيء من التفصيل في موضوع الأبراج. يا شيخنا الناس يعني البعض منهم يعني يتوسع كثيرا إلى درجة أنه يقول أن هذه الأبراج لها تصرف ولها تأثير، والبعض الآخر ربما يأخذها من جانب أن من يولد في برج معين يتحد هو ومن ولد في نفس البرج في جانب من بعض الصفات من بعض الأمور، هل هذا صحيح ولا هل لها تأثير؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم بعد صلح. فلا علاقة بولادة الإنسان في برج من الأبراج بحياته، ليس بينهما أي ارتباط، ومن ادعى ارتباطا فليقم البرهان والدليل، ليس هناك برهان ولا دليل على أن هذه الأبراج المعروفة عند الناس الآن هي قد تغيرت بسبب ما يسمونه ترنح أو انبعاج الأرض، هذا أمر يعرفه الفلكيون وهو الاختصاص، وهذه الأبراج رتبت بهذه الطريقة ترتيبا قديما ولم يتغير، وعلى ذلك فالذي يقول مثلا ولدت في برج كذا في الحقيقة ليس هذا هو الواقع، ليس هذا هو الواقع، وإنما برج قبله أو بعده، ليس هو الواقع أنه ولد في برج الثور أو برج الحمل أو وإنما برج آخر، بسبب أن هذه الأبراج القديمة ومع ترنح وانبعاج الأرض كان يفترض تغيير هذه الأبراج، لكنها استمرت بهذا التسلسل وبهذه الطريقة، وعلى ذلك فليس هناك أي ارتباط بين ولادة الإنسان في برج من الأبراج وبين حياته، هذه من الخزعبلات والخرافات التي ليس لها أساس من الصحة. وعلى ذلك فالإنسان ينبغي أن يعرض عنها وألا يصدقها، ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، هذه أقرب إلى التنجيم وليس لها علاقة بالواقع.